السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة يحلو في إطار هذه الليلة. وش هالليلة؟ إنها المباراة التقليدية التاريخية، الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب العاشرة. جماهير قوية حاضرة في هذه المباراة بألوانها المغربية والجزائرية، وأكيد الأقدام ستكون نارية وقوية. المغرب المتأهل بقوة كأفضل خط هجوم وأقوى خط دفاع، والجزائر على طول وراه على طول، مما يؤشر على مباراة فيها الأهداف بكل تأكيد. نتمناها مواجهة كروية تصدها الروح الرياضية العالية. وهذه هجمة أولى والثانية تدخل جزائري منذ البداية شعلت المباراة. هذا هو اللي يكون في كيف الانتظار باتجاه سروقي وأنس زنيد المنتخب الجزائري. البداية بالمنتخب متبادل الهجوم، المنتخب الجزائري التفاف دفاعي مغربي، هجمة بهجمة عالية، وهذه هجمة أولى. وسط الميدان الحكم يطلب اللعب، لا يعطي مخالفة، سامبايو يعطي مخالفة، التكتيا يوسف البلايني برا للبلايني يوزع وبدر بنور تمام تسويب، احد ابرز لاعبين المنتخب الجزائري. والحكم سامبايو لا يعطي بكرة زاحفة ارضية، يوزع ابراهيم، يوزع وانس زنيتي، تار زنيتي تار، حارس الرجاء هو صمام الامان في الدفاع المغربي. وتعدي وتسويب ثالث وكوره للفتح الرباطي، كرة جول ولمبول حراية، شجاعة كبيرة وروح رياضية. لاعب في وسط الميدان من الجانب المغربي هو يحيى الشبران، التفاف محمد شيبي على اليمين وحده وبعيد التسوي والخطورة. اي 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 سروقي في وضعية التسلل وبالدبكة وبالرأس، مباراة بكل العذاب على كل اللاعبين. يسترجع المغرب والمخالفة ضد بن دبكة، سفيان بن دبكة يمر وخطيرة، والحكم يأتي ماذا؟ يأتي ضربة مرمى بعد هجمة لأشرف بن شرقي. عود الكرة مغربية ولمبولحي، بدر بنون أفضل مدافعي الدوري المصري، هجومية رهيبة، يوزع طويلة منه في دار الشدي وتخطي من مدافع، كرة شنو هذا؟ غدار هذه كرة أسارو يوم وتونس، هذه كرة مريزاق، ياسين إبراهيم وسام بيتدخل لوالد الكاي، يعدي يوسف ولا يمر أمام ياسين إبراهيم، يخسر تيار دفاعية من مروان سعدان والرئيس سمبول بدر بنون. التدخل الدفاعي في الوقت اللقي، خطورة والياس الشطي، سفيان بن دبكة وزنيتي أزدار الحسين بن عيادة وترجع، والكرة جزائرية رايحة. جبران جبران كرة مغربية، حفيدي الحارس أنس زنيتي بنجاح، الياس شتي والتماس يعود لمحمد شيبي، زال شيبي، شيبي يراوغ على اليسار وإمكانية الاختراق، لكن مغربية حفيدي في عليه كرة بالترويض، حداد اليسار بن شرقي وبن دبيدي أبعد الكرة لبن شرقي. يسترجع المنتخب دفاع عالي للمنتخب الجزائري، بعيد الكوره زروقي يعدي
والحكم يطلب اللعب. زروقي أرادت بانون مرة أخرى يخسرها بانون. هجوم مرتد يوزع بن عيادة بالرأس. حفيدي عاد الشيبي والركن مزياني. غريبة غريبة عجيبة طيب المزياني سعودي. وهذه كرة للجزائر فيا. وهذه كرة بالرأس وليد زارو. تار تار مروان سعدان هذه قوية. حداد يوزع الحداد يعدي والمخالفة كرة ثابتة لأسد الأطلس ويوزع. غريبة غريبة يوزع كرة. مرة أخرى مزياني مغربي. التدخل من عبدي من جانب المغرب وهذه كرة في القائم الثاني. هذه اللافة القاتلة عبد الإله وين كرة خارج المقعالي. أزارو أزارو الحدد لا يمر أمام توقعي وشد وراء الحارس أرس سنيتي بيعدد كرة من نهيري وتعدي منها بالرأس عدات البلايلي والتفاق يوزع كرة بالاستلام لأشرف الشرقي ولمسة يد تدرج رائع للكرة من جانب المنتخب المغربي وسفيان بندبكة يقوم بالمخالفة. رايمي يوزع طلب الكرة من بن شرقي لكن بعيد على النهاري. بدران يلعب بالنار بدران يلعب بالنار. ترجع الكرة يوزع والرايس سبول حل الكرة وأنس زنيتي. زنيتي يلعب يروح يعدي وين ماشي. كرة كانت فيها تمويه لكن ترجع الجزائرية. ياسين برايمي برايمي الحكم يخلي اللعب. حرب كبيرة وسط ياسين 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 برايمي جول. ياسين جول برايمي جول. انفجار جماهيري جزائري الثائر الجزائري هو ياسين برايمي. حفيدي يوزع جول 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 نهيري جول نهيري جول. اي انفجار هات الصورة شوف الجماهير المغربية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.